المفكر عبد الوهاب المسيري في رحلتي الفكرية بيسأل: هل تموت الفروسية بموت الفارس؟ هل تموت البطولة باستشهاد البطل؟ وهل يختفي الصمود إن رحل بعض الصامدين؟ برد عليه إن ولا واحدة من المعاني دي بتموت تحت أي ظرف من الظروف، لا الفروسية ولا البطولة ولا الصمود. المعاني العظيمة دي بيجي عليها وقت وتكمن بحثا عن منفذ ليها إلى العالم، وفجأة يظهر الفارس بأخلاقه والبطل بأفعاله والصامدون بصبرهم وإيمانهم، يفتحوا نوافذ أمل للناس العاديين اللي زيي، اللي ولا هم فرسان ولا هم أبطال، بس قدرتهم على الصمود أمام الصعوبات كائن ما كانت الصعوبات بيستمدوها من الفارس النبيل والبطل المغوار. الفارس بنبله والبطل بشجاعته في أفعاله مش في كلامه. ثم يمضي بينا الزمن ونرحل، ولا ترحل الفروسية أو البطولة أو الصمود، لأنهم يرتبطوا بالمعنى لا بالأشخاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتماع مجلس الأمن القومي النهاردة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين لخفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية لتوصيل المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. تعالوا نشوف. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية: مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية. الناس بتتساءل هو إيه مجلس الأمن القومي المصري؟ هو ظهر إمتى؟ هو دوره إيه؟ هو أعضاءه مين غير الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيرأس هذا المجلس؟ المجلس ده مجلس نص على تشكيله الدستور المصري في المادة 205 قرار جمهوري رقم 19 لسنة 2014 في عهد الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور. بيتكون من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس وعضوية رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. إمتى يتدخل مجلس الأمن القومي؟ إمتى يجتمع؟ في حالة أن يبقى فيه تهديد للأمن القومي، في حالة وجود لا قدر الله كوارث، في حالة أن لابد من مواجهة شيء خطير جدا. إذن عندما ينعقد مجلس الأمن القومي المصري إحنا أمام تهديد
يحدث للأمن القومي المصري، يحدث بسبب الأحداث اللي حوالينا. طبعا هل الأحداث اللي حوالينا دي هي تهديد للأمن القومي المصري؟ بالتأكيد بشكل أو بآخر. إذن لابد من الاستعداد ليها، طبعا لابد من الاستعداد واتخاذ إجراءات واتخاذ قرارات زي اللي سمعناها في التقرير اللي فات. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل مصر عشان يتشاور معانا عن تطور الأوضاع في الأراضي المحتلة، وهيرجع بكرة لإسرائيل. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبله، وتعالوا نشوف مع بعض ماذا حدث في هذا اللقاء من خلال التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حيث أكد الجانبان الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. كما تم التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري في قطاع غزة. أهلا وسهلا بك مرحبا بيك وبالوفد المرافق. أنا عارف إن أنت دي آخر محطة بجولتك الكبيرة، وده جهد كبير قوي أنت بذلته. واسمح لي أقول لك إن الأزمة اللي بتمر بمنطقتنا هي أزمة غير مسبوقة، بتحتاج مننا إن إحنا نعمل بقوة وبعزيمة من أجل احتوائها والحد من تداعياتها. لكن المهم قوي ان انا ابدا كلامي بنقطه في منتهى الاهميه، نحن نندد ونرفض تماما المساس بالمدنيين، اي مدنيين. وده موقفنا وده الدور اللي احنا حرصنا عليه خلال سنين طويله جدا منذ اتفاقيه السلام بين مصر واسرائيل، وكانت مصر بتقوم بدور ايجابي جدا جدا في كل الازمات اللي اشتعلت. احنا بنتكلم النهارده على خمس جولات من الصراع ما بين قطاع غزه وما بين اسرائيل. مهم هنا ان احنا نذكر الحقيقه امر في منتهى الاهميه. في الخمس جولات من الصراع دول سقط من المدنيين من الجانبين الارقام اللي انا هقولها دي، وانا بذكرها من باب ان احنا نبقى قد ايه تاخيرنا في حسم وايجاد حل لهذه الازمه هيترتب عليه سقوط المزيد. في خلال الخمس جولات دول سقط من الفلسطينيين 12500 فلسطيني من المدنيين. من الجانب الاسرائيلي سقط منهم 2700 منهم ال 1500 اللي سقطوا في الازمه الاخيره. اللي انا بقوله دي بيانات موجوده ومتاحه للجميع. فيما يخص الاطفال او المصابين، قبل ما اتكلم على ده، سقط من الفلسطينيين 100000 مصاب ومن الاسرائيل 12000 مصاب. من الأطفال سقط 2500 طفل فلسطيني وسقط من إسرائيل 150 طفل. أنا بقول الكلام ده دلوقتي معالي وزير الخارجية، لأن إحنا الأزمة اللي موجودة أزمة كبيرة جدا، ورد الفعل اللي موجود أتحسب إنه يتجاوز رد الفعل لحق الدفاع عن النفس من جانب إسرائيل، ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة اللي فيه 2.3 مليون فلسطيني. صحيح ما حدث في من 9 أيام كان كتير وصعب، مفيش كلام، واحنا ندين مفيش كلام، لكن ايضا لازم نعرف ان في عباره عن تراكم من حالات الغضب والكراهيه ترتبط على مدى اكثر من 40 سنه، ان مفيش افق لايجاد حل للقضيه الفلسطينيه تعطي امل للفلسطينيين. يمكن حد يسال هو ده وقت الكلام في الموضوع ده ولا الكلام على ايجاد مخرج للازمه الحاليه؟ احنا بنقول ده عشان نأسس على جهدنا وحركتنا المطلوبة لإيقاف تطورات الأزمة دي اللي ممكن يبقى لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط كله. احنا بنبذل جهدنا أولا لاحتواء الموقف وعدم دخول أطراف أخرى إلى الصراع. معالي وزير الخارجية بلينكن، أنت تحدثت وقلت أنك إنسان يهودي، وأنا اسمح لي أقول لك إن أنا مواطن مصري نشأت في حي جنبا إلى جنب مع اليهود في مصر، ولم يكن ابدا يتعرضوا اي شكل من اشكال القمع او اي شكل من اشكال الاستهداف. وما حصلش في منطقتنا العربيه والاسلاميه ان تم استهداف اليهود في تاريخهم القديم والحديث.
يمكن اللي حصل استهداف يمكن في اوروبا، يمكن في اسبانيا، يمكن في دول اخرى، لكن في بلادنا العربيه والاسلاميه ما حصلش ده. لابد دلوقتي بسجله هنا، لان الموجه اللي اتشكلت في اعقاب الازمه موجه ضخمه جدا، واحنا محتاجين ان احنا نتحرك وبقوه وبعزم زي ما ذكرت لكم. ومهم جدا جدا ان احنا نخفض التوتر، وايضا نيسر دخول المساعدات الى قطاع غزه، لان النهارده احنا بنتكلم على قطاع محاصر، لا في ميه ولا في كهرباء ولا في وقود، والنهارده ابتدت في ازمه خبز تتداعى. انا بقول الكلام ده لان احنا محتاجين نسمع الكلام ده من بعضنا. انتوا موجودين هنا في المنطقه عشان تسمعونا احنا المعنيين بالقضيه والعالمين الى حد ما باسباب الازمات دي. لماذا قتل السادات؟ ولماذا قتل رابين؟ ومين اللي قتلهم؟ المتطرفين. فاحنا محتاجين نعمل سويا. عايز الشعب يقول عليك ورحب بك اهلا وسهلا بالوفد المرافق دي، وان شاء الله يكون لقائنا ده فرصه كبيره جدا جدا وقوه دفع هائله لايجاد حل للازمه الحاليه. Thank you very much, Mr. President. As always, it's good to see you. Yes, sir. I wish it were under different circumstances. Please. I come first and foremost as a human being. Yes. A human being like so many others, appalled at the atrocities committed by Hamas. It's hard to find the words to describe them, but inhumane is a good place to start. We're determined to stand against Hamas and what it has done, and to make sure that it can't happen again. We're determined to stand with and for innocent civilians who suffer primarily as a consequence of what Hamas has done on all sides. We come to work together as well to ensure that this crisis, this conflict, doesn't spread to other places. And we come to think together about a way forward for everyone that is positive, affirmative, the contrary of the vision that Hamas has, which is simply terror, destruction, murder. What we've seen these last days, I think, makes clear that there really are two paths for this region. And one is the path of greater integration, normalization, collaboration, affirmation of the rights of Palestinians, and working together in common purpose, common benefit. That's one path. The other path is the one that's offered by Hamas. A path, as I said, that offers nothing but death, destruction, terror, nihilism. I think the choice is very clear. The challenge is for us to work together to put everyone clearly, affirmatively, on that first path. We know that that's what the overwhelming majority of people in this region want. It's certainly what we believe they need, and I'm grateful for the opportunity to consult with you about the challenges we face in the immediate, but also الحقيقة ما عنديش تعليق كتير أقوله على كلام سيادة الرئيس اللي قاله لأنتوني بلينكن. الكلام كان واضح وصريح، وتحذير واضح، والنبرة واضحة قدام حضراتكم في الكلام والحديث لما كنا بنتكلم، او لما نتكلم على ان الرئيس الراحل انور السادات ورئيس الوزراء الراحل اسحاق رابين كانوا ضحيه للتطرف، واننا لازم نشتغل ضد التطرف. الرئيس ما استفادش في اننا كلمناكم كتير ولسنوات على موضوع التطرف ومكافحته. ان بلينكن بيقول له انا يهودي، قال له يا سيدي انا عشت في وسط اليهود وكنت موجود في وسط اليهود ومتربي في أماكن كانت متلاصقة الناس عايشة مع بعضها في كل العالم العربي وكل العالم الإسلامي،
واتكلم معاه على ان اللي بتعمله اسرائيل ده ما هوش دفاع عن النفس، ده شيء غير متوازن، ده عقاب جماعي بيتعمل للفلسطينيين، وده شيء مش منطقي ومش معقول. فيرد مستر بلينكن يتكلم يقول احنا عايزين نتاكد ان ده ما يحصلش تاني. طب يا مستر بلينكن، خليني انا بقى اقولها لك من عندي. انت جاي بتكلمنا على حاجه حدثت فجائيه، محدش فينا كان متوقعها، لا احنا ولا انتوا ولا اسرائيل، فبالتالي انت مش عايز ده يحصل تاني، ماشي نشوف ده ما يحصلش تاني ازاي. بس في واقع موجود وبيحصل على الارض النهارده بتنفذه اسرائيل وشغاله فيه، وانت ما بتحاولش ان انت توقفه باي شكل من الاشكال. تهديد انا هدخل وههد وهجيبها عليها وطيها، وانت سامع وعارف، وهجوم بري يعني خلاص هيحصل، ووشيك اين انت مما سوف يحدث وانت تعلم انه سيحدث، ناهيك عن ان انت بتقول ان اللي حصل ما يتكررش. طب واللي بيحصل؟ طب واللي هيحصل؟ معلش انا اسف ان انا بتدخل في حوار ما بين مسؤول امريكي ورئيس جمهورية مصر العربية، بس الحقيقة الدقيقتين الاخرانيين اللي اتكلم فيهم مستر بلينكن يعني وكأنه مش معانا، يعني كأنه هو مع مدحت صالح عايشين في نفس الكوكب التاني اللي راحوه وجاي بيكلمنا بيقول مش عايزين ده يتكرر. يا استاذ يا باشمهندس، في دبابات ومدرعات وطيارات ومسيرات ومش عارف ايه متجهة الان لتدمير حياة المدنيين، فسيادتك بتكلمنا عن ان انت مش عايز ان اللي حصل يتكرر، ماشي يا سيدي هنتكلم فيه ونشوف ازاي ما يتكررش، لكن انت مش شايف اللي هيحصل؟ مش شايف اللي بيحصل؟ مش شايف انت هتاخد بعضك وتدخل سريرك تنام وترجع اسرائيل، واسرائيل بتستخدم وهتستخدم كل انواع القوى الغاشمه، والغاشمه يعني الظالمه تجاه هذا الشعب منزوع السلاح، حتى لو كان في وسطه 1000 2000 5000 10000 من رجال المقاومه الفلسطينيه، فهم بيقولوا وضوحا وصراحة وانت سامعهم وعارف، لا تعليق يا باشمهندس، مفيش اي حاجة استفزت مشاعرك، ام انت داخل بتقول انا بتكلم بصفتي انسان؟ طب يا انسان، هل الانسان يقبل مثل هذه الامور اللي بتحدث واللي هتحدث، وانت في ايدك ان انت بسماعة التليفون تقول نتنياهو اوقف اللي انت بتعمله فورا، لكن انت سيادتك بتبعت له السلاح وبتبعت له ده عشان خاطر ينفذ هذا الكلام. الحقيقة لم اقتنع باي كلمة من اللي قالها انتوني بلينكن، ومعرفش هل عشان كانت الكاميرات موجودة فهو عشان خاطر الاصدقاء في اسرائيل لما يسمعوه يبقى قابل ده، يبقى بيقول لهم يعني انا قلت اهو كل حاجة وفي كلام تاني، بس يعني كلام الحقيقة مزعج جدا، مؤلم جدا، بيضيع اي نوع من انواع المصداقيه لاي شخص يقوله. زي ما طلع امبارح متحدث الرئاسه الامريكيه يقول لك ازاي ترامب طالع يقول ان حماس ولا حزب الله اذكياء، ازاي تقول عليهم اذكياء؟ امال يعني احنا نقول ايه على الكلام اللي بيقوله وزير خارجيه الولايات المتحده الامريكيه؟ المهم وزير الخارجية ألمانيا أنالينا بيربوك برضو موجودة في مصر، وقالت لازم إمدادات الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية للاتنين مليون فلسطيني ما توقفش، ومحدش يلعب على وتر احتياجات ومعاناة السكان لا في غزة ولا في الضفة. كلام معقول شوية عن الكلام اللي قاله بلينكن. برضو الرئيس تلقى النهاردة اتصال من السيد يونس ستورا رئيس وزراء النرويج، والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي قال الاتصال تناول التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي والجاري في قطاع غزة. الرئيس أشار إلى التحركات والاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه. عايز أعلق على حاجة أنا قلتها هنا امبارح وأثارت ردود فعل متباينة، وعايز اوضح موقفي وعايز الدنيا تبقى واضحة لينا كلنا بعد ما شفت ان الكلام اللي انا قلته ده
عمل حوالي 30 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة. اتكلمت في بداية الحلقة امبارح وقلت احنا ممكن نحل الموضوع بتاع غزة ده بمنتهى السهولة، اللي بيصدر بترول لأمريكا والغرب يوقف ولو مؤقتا تصدير البترول، اللي بيصدر غاز يوقف ولو مؤقتا تصدير الغاز. وعلى فكرة احنا من الدول اللي بتصدر غاز الى اوروبا، فانا النهاردة ما استبعدتش مصر، لان اللي حصل حالة من حالات مش عارف، يعني انا كنت بدعو الى وحدة عربية فحصل حالة من حالات الانقسام العربي. ما تروحوا الاول تقفلوا قناة السويس، ما تروحوا الاول تمشوا السياح الاسرائيليين اللي موجودين عندكم في مصر، ما تروحوا الاول. ليه احنا نروح؟ ليه مش كلنا نروح؟ ايه اللي يمنع ان كلنا كده هيلة بيلة نعمل نقفل قناة السويس؟ في عايز بس اقول لك حاجة، في حاجة اسمها اتفاقية القسطنطينية بترجع لسنة 1888، لو قفلت القناة دي اعلان حرب على العالم كله. بس مش هقول لك حاجة، هقول لك ما هي امنيات بالنسبة لي. هو انا النهاردة لما هقول نوقف تصدير البترول ولا نوقف تصدير الغاز حد هيعمل حاجة؟ ده مذيع بيتكلم وبيطلع يقول كلام من يلا يا سيدي ونقفل قناة السويس كمان معاها. وعايز ايه كمان؟ عايز ان احنا ما نصدرش، واحنا ما نصدرش الغاز ونمشي السياح الاسرائيليين نمشي. بس انا بتكلم على كام اجراء لو اتخذوا بمنتهى الهدوء مفيش فيها اي حاجة تعتبر شن حالة حرب، لا استخدام للقوة، لا استهداف لينا، ولا اضرار بمصالحنا. لما اتكلمت عن بلاش توقف التصدير، تقلل الانتاج، ما انت شايف وده اللي قلته امبارح، مع تقليل انتاج البترول شوية في اتفاق حصل ما بين بعض الدول وبعضها، كان بايدن جاي بيجري وبيقول حقي برقبتي، يا جماعة لو سمحتم ارفعوا انتاج البترول. لبعض الناس اللي يقول لك امريكا لا تعتمد على البترول العربي او بترول الشرق الاوسط، مش حقيقي، لانه حتى لو عنده بترول او عنده ما يسمى بالشيل اويل اللي هو البترول الصخور او البترول اللي موجود عنده والاحتياطي اللي موجود عنده، هو مش هيطلعه كده. فحد بعد بيقول لك ده مش هيؤدي الى شيء الا لارتفاع سعر البترول، تمام، عظيم سلام، احنا مش عايزين حاجه غير كده. يرتفع سعر البترول اسبوعين، في الاسبوعين دولت احنا مش طالبين ان يتم الجلاء عن الاراضي الفلسطينيه، مش هيحصل ده بالشكل ده. مش هنقول ان حل الدولتين هيتحقق الاسبوع ده، ما بقولش ده، بس بقول هيبقى فيه ضغوط على اسرائيل انها ما تنفذش اللي هي على وشك تنفيذه في خلال ساعات. فكره بتقول كلنا، مش فكره بتقول انتوا واحنا، لان طول ما الموضوع هو انتوا واحنا هم الكسبانين، مش انتوا واحنا، لان في قدامنا هم. وهم اذا كنا فعلا كما ندعي اننا متعاطفين مع المدنيين اللي موجودين في غزة واللي موجودين في فلسطين كلها، يبقى لازم الموضوع يخرج بره. ما تروحوا تمشوا السياح، ما تروحوا انتوا تعملوا، مش لا يا فندم، كلنا كلنا نعمل. انت شايف ان او الحكومات شايفة انها ممكن تقلل انتاج البترول، تقلل صادرات الغاز، تقلل، ما تبعتش سلاح لاسرائيل، ما تبعتش. ما هو النهارده السبب، وهقوله لكم دلوقتي، ليه اسرائيل ما قامتش بالهجوم بتاعها لغايه دلوقتي؟ بسبب مسيرات معظمها جاي من واحده من البلاد الاسلاميه. فبالتالي احنا نعمل يا سيدي، نعمل، احنا نعمل وانت تعمل وكل واحد فينا يعمل، بدل ما احنا عمالين بنقول كلام. الناس اللي بتقول لي انت بتقول كلام في الهواء وعمره ما هيتنفذ، تمام، انا مش صانع قرار، بس واجبي ان انا اتكلم واقول ان صناع القرار في عالمنا العربي وفي عالمنا الاسلامي من الممكن ان يفعلوا كذا وكذا وكذا. ممكن يكون في حد يسمع، ممكن يكون امين عام جامعة الدول العربية سامع فيعمل اتصالات، ممكن تكون الفكرة موجودة بس محتاجة شوية دعم. فبندعم في الاخر خالص، احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين سلامة ابنائنا اللي موجودين في كل العالم العربي والاسلامي، عايزين سلامة كل الانسانية
نحن دعاة سلام، ما طلبتش أي حد في حضراتكم إنه ينزل يشيل البندقية ولا يشيل سكينة ولا ينزل يعمل أي حاجة، لكن لو في حاجة في إيدك كشخص أو كدولة اعملها. لما قلت إننا النهاردة لو حصل مقاطعة لمنتجات معينة لشركات داعمة للكيان الصهيوني، يبقى بقول الدول هي اللي تبدأ ده مش الأفراد، لأن لو 50% من الناس قطعوا، 50% التانية مش هتقاطع. يعني جربنا موضوع المقاطعة ده مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وما جابش النتائج المرجوة منها. ليه؟ لأننا كنا كأفراد بنعملها، أنا بعملها وبيدخل جاري اللي جنب مني يشتري الحاجة اللي أنا قطعتها، أنا أرضيت ضميري تمام، بس في الآخر استفدنا حاجة؟ ما استفدناش حاجة. ده اللي أنا اتكلمت فيه مع شوية ضغوط حصلت أول انفراجة لأهلنا في قطاع غزة. إسرائيل استأنفت النهاردة أنها تزود قطاع جنوب غزة بالمية بعد ما الضغوط الأمريكية بقت عليها عشان إسرائيل تقلل الحصار بتاعها شوية على القطاع. تخيلوا إن إحنا بنقول انفراجة، إن هم بيوصلوا للناس مية شرب، مية بس، مية نظيفة، فدي بنسميها انفراجة. وطالع وزير الطاقة الإسرائيلي اللي اسمه كاتس بيقول إن قرار فتح المية ده تم في نقطة محددة لسكان جنوب قطاع غزة مش في كل غزة. قال ده عشان اتفاق ما بين نتنياهو وبايدن حصل، لكن وزير الطاقة الإسرائيلي ده بيحذر، بيقول الاتفاق ده يتماشى مع سياسة إسرائيل إنها تقدر تشدد الحصار العام على غزة بدون كهرباء ولا مية ولا وقود في أي وقت. يعني معناها خلي بالكم مقادير هذا الشعب في إيديا، أفتح الحنفية وأقفل الحنفية، أحط كبس الكهرباء وأشيل كبس الكهرباء، أوصل لهم غاز عشان يشغلوا محطة الكهرباء ولا بترول ولا وقود عشان أي حاجة تحصل فالناس تقدر تعيش. هذه مهانة، هذه مهانة، ولازم كلنا النهاردة إن لم نتضامن على إننا نوصل لحلول، إذا كل واحد حاول الحلول من طرف واحد هنفضل في الحالة اللي احنا موجودين فيها. هذه مهانة للإنسانية، ليست فقط مهانة للعروبة، ليست فقط مهانة للجيران، هي مهانة للإنسانية إن ده يكون بيحصل. أمين عام جامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي بيقولوا النهاردة لما اتقابلوا لازم نوفر الحماية الكاملة لسكان قطاع غزة ونحافظ على أرواحهم ونفتح ممرات إنسانية عاجلة عشان توصلهم المساعدات الطبية والإغاثية، ولابد أن يحصل وقف فوري لكل أشكال التصعيد. الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية بيحذروا أن التفكير في اجتياح بري إسرائيلي لقطاع غزة ممكن يؤدي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة، وبيطالبوا بوقف الأعمال العسكرية في غزة فورا. هو مش ممكن يؤدي إلى إبادة جماعية، ده أكيد هيؤدي إلى إبادة جماعية. النهاردة المفروض أن في ناس من اللي كانوا في يوغوسلافيا السابقة اللي عملوا حملات تطهير عرقي وإبادة جماعية بيتحاكموا في محكمة العدل الدولية، فبالك وانت قاعد بتشوفه هيعمل، مش عمل هيعمل. وقت ما كانوا بيحاكموا الناس قال لك هات لي الأدلة بقى والبراهين ان هم عملوا هات كذا وهات كذا، واتحملت قضايا وميلوسوفيتش وغيره. النهارده الراجل اللي هيعمل إبادة جماعية طالع بيقول انا هعمل إبادة جماعية الساعة 12 الظهر بكره. في كده؟ في عالم بيقبل كده؟ ده عالم ايه ده؟ قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية الدكتور محمود هباش بيوجه شكره لمصر على اللي قدمته على مر التاريخ ولسه بتقدمه لفلسطين. قال المساعدات الإنسانية ما دخلتش غزة بسبب إسرائيل اللي قافلة الحدود كليا وبتهدد إنها تقصف قوافل الإغاثة، وغزة عندها حاجة ماسة للمساعدات وهي موجودة بالجانب المصري ولكن كل الطرق مغلقة. اللي عايز أقوله هنا إن المساعدات مستعدة وموجودة، وزي ما وزير الخارجية قال النهاردة وقال في البيان من يومين إن إحنا مساعدات موجودة والمطار العريش مفتوح للي عايز يبعت، وفي بعض الدول بعتت
أجزاء من عندها، وإحنا عندنا أكتر من 106 قاطرة اللي إحنا شايفينهم قدامنا هنا على الشاشة اتجهوا للحدود. هل الحدود مفتوحة؟ لا، الحدود مش مفتوحة، من ناحيتنا مفتوحة، من الناحية التانية إسرائيل ضربت المعبر، فبالتالي إمكانية التعامل معاه عملية في منتهى الصعوبة. هل بقى يبقى فيه شوية ضغط عشان خاطر يتم فتح هذا المعبر، فالناس يوصل لهم شوية أكل، شوية مية، شوية دواء؟ مفيش، عشان مفيش حتى شوية دم. الصليب الأحمر بيأكد أن الوضع في غزة حرج جدا، وبيناشد بضرورة إدخال أدوية ومواد إغاثية بشكل عاجل، والسماح لفرق الصليب الأحمر في غزة أنها تتعامل، بعد ما الصليب الأحمر أعلن توقف عملياته في غزة مع عدم توافر ضمانات للمرور الآمن وصعوبة الوصول للإمدادات وعدم توفير وسائل اتصالات. النهاردة الدكتور أحمد الكحلوت مدير مستشفى كمال عدوان قال إن العدو الإسرائيلي أمر بإخلاء المستشفيات في تهديد صريح للمرضى. مستشفى كمال عدوان دي في شمال غزة، وهو المستشفى الوحيد اللي بيقدم خدمات طبية سواء لأطفال أو نساء. فالدكتور كحلوت بيقول المستشفى بيخدم 450 ألف نسمة، حوالي 500,000 بني آدم، مفيش بديل طبي تاني للناس دي. كل المستشفيات تلقت نفس التحذير الغريب، زي مستشفى كمال عدوان، مستشفى الإندونيسي، مجمع الشفاء الطبي، مستشفى العودة، مستشفى الهلال الأحمر في الجنوب. مدير المستشفى قال الاحتلال مش بيهتم بالمواثيق الدولية ولا المناشدات الأممية، وبيضرب بيها عرض الحائط. مستشفى اللي أساسا كان بيعاني من أزمة مستلزمات وأدوية زادت عليه الأزمة، ومخازن الوزارة خلاص خلصت. وبيقول الأشد خطورة هو نقص الوقود، لأن لما مش هيبقى فيه وقود مش هيبقى فيه كهرباء، فكل الخدمات هتتوقف بالتالي. خلوني أرحب بالأستاذ الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس. أهلا وسهلا دكتور. البدوي الله يرضى عليك. مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ حبيبي سامعني؟ شو بقول لك سامعني؟ سامعك حبيبي، سامعك حبيبي. الله يسلمك، تأخرت علي جدا جدا. تأخرت عن المقابلة لأنه عندي ندوة، قلت لك هو عبد واشنطن هاي مهم تهمني. الله يرضى عليك، بسرعة يلا. لا يلا أنت، تفضل سامعني. عايز تعليقك أنت على الهواء يا أستاذي. أنا على الهواء؟ أنت على الهواء، أنت قلت لنا كل اللي أنت بتقوله ده وأنت على الهواء. وعرفنا ان عندك ندوه في واشنطن وكل حاجه. انا متاسف. انا لا لا اتفضل اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور اتفضل. يعني عايزين يعني حضرتك كده تقول لنا ما توقعاتك بالنسبه للساعات القادمه لما يحدث في غزه. يعني برايي المتواضع انه اسرائيل عمليا ما زالت تهدد، ما زالت تقصف، ولم تتنازل ولم تنزل عن شجرة تهديداتها ولا أهدافها. وبرأيي أنه برأيي ما تقوم به من 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 محاولة امتصاص غضب العالم وانتقاداته، وحتى انتقادات أصدقائه وعلى رأسهم أمريكا، بمسألة الحفاظ على حقوق الإنسان والقانون الدولي إلى آخره إلى آخره، أعتقد أن هذا يعني التفاف يعني التفاف مكشوف اصلا، لانه ما زال كما قلت وزير الحرب، رئيس الوزراء، رئيس هيئه الاركان يهددون بعمليه بريه، يهددون بانه يدخلوا لاي لكل الا من سبيل ان حد يضغط على اسرائيل حتى تتوقف عما تفعله من عمليات انتقاميه بشعه واستخدام للفوسفور الأبيض واستخدام لكل أنواع الأسلحة المحرمة وغير المحرمة؟ يعني الموقف العربي الواضح هذه المرة برفض التسويات، برفض الخطط الإسرائيلية بتصفية القضية أو حلها على حساب دول الطوق كان مهما جدا. يعني هذه المرة خد العرب لم يشتروا البضاعة الأمريكية حتى، بمحاولة أنه يتم حل القضية على حسابهم، وأنه إسرائيل تهجر
اهالي قطاع غزه وان يتم تدمير قطاع غزه. اعتقد ان الضغط العربي، الضغط الدولي، ضغط هيئات الامم المتحده المختلفه، المظاهرات اللي انطلقت في كثير من الدول العربيه بما فيها الشقيقه مصر، كل ذلك يعني. والان في مظاهرات حقيقه كبيره جدا في دول الشرق والغرب ايضا، حتى في شرق اسيا. هذا كله مهم جدا انه يرتفع الصوت امام العالم، بالذات على الدول صنع القرار الغربي، امريكا واوروبا. هذا مهم جدا لتراجع اسرائيل، بحيث انه لا تشعر اسرائيل انها تستفرد بالشعب الفلسطيني، ولا تفرض عليه ما تريد، وان تصفيه وان تغتاله امام العالم دون ان يكون هناك ردود افعال. هذا انا برايي انه يعني يكون بدور. خلينا نكون واضح هون جدا، انا برايي انه الموقف المصري، الموقف الاردني، الموقف السعودي هذه المره، وايضا الموقف القطري، كل هؤلاء انا برايي انه كان له دور كبير. بلينكين استمع الى وجهات نظر عربيه مختلفه غير وجهه النظر الاسرائيليه، ولهذا السبب الامور تتغير. بالاضافه كما قلت انه منظمات هيئه الامم المتحده رفعت الصوت وعلت حده الانتقادات. هذا كله يفيد في انه اسرائيل ترعوي، اسرائيل يتم كبح جماحها، لانه اسرائيل بدون ذلك، على فكره الاعلام نفسه ايضا يلعب دور كبح لاسرائيل، لانه الاعلام بكل انواعه يكشف ما تفعل اسرائيل بالصوايع تماما، يعني الدم الفلسطيني ينتشر في كل شاشات العالم. نعم. طيب مش هعطل حضرتك اكتر من كده عشان الندوه. دكتور احمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبليه بجامعه القدس، بشكرك شكرا جزيلا. هاريال شريف الباحث في جامعه تل ابيب بيقول لسي ان ان التحدي الرئيسي اللي بيواجه الجيش الاسرائيلي في تعامله مع انفاق غزه هو ازاي يتعامل مع مقرات القياده الرئيسيه اللي تحت مراكز مدنيه زي مستشفى الشفا، ولو ما قدرناش نخرج اجزاء دي من المعادله هيستمروا في اداره حربهم اللي هم الفلسطينيين. بيقول بنتكلم عن مبنى 12 دور على مسافه عشرات الكيلومترات تحت الارض، بيضم غرف تحكم وقياده وغرف اتصالات وامداد وارصفه اطلاق صواريخ، لكن العثور على الانفاق دي جزء من التحدي، لان مداخل الانفاق غالبا بتكون في المباني العامه. فشريف الغير شريف في قصده بيأهل العالم لضرب المستشفيات الفلسطينيه ومنها مستشفى الشفا وضرب المباني العامه بحجه البحث عن الانفاق. الدليل انه تم قصف المستشفى الاهلي العربي في قطاع غزه، وزاره الصحه الفلسطينيه في غزه بتطالب المواطنين الفلسطينيين بالتوجه لمجمع الشفا الطبي اللي شريف الغير شريف فقصده عايز يتدربه. بيقول لهم روحوا هناك عشان تتبرعوا بالدم فورا. وفي مصادر في مستشفيات قطاع غزة بتقول المجازر في مناطق مختلفة من غزة قتلت أكتر من 47 عيلة كاملة فلسطينية. اللفظ اللي استخدموه مش قتلت، شطبت 47 عيلة بالكامل، العائلات دي انتهت تماما، ودول عددهم 500 مواطن. النيويورك تايمز في تقرير عملوا اتنين من الصحفيين بتوعهم بينهم رونين بيجمان، رونين ده متخصص في الشؤون الاستخباراتية، بيقول الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة اتأجل لأسباب من بينها يعيني حالة الجو. فبيقول المخطط الأولي كان نهاية الأسبوع اللي فات، لكن اتأجل عشان الدنيا مغيمة، فده يخلي الطيارين والطيارات المسيرة صعب إنها تقدر تتعامل، فما يقدروش يقدموا غطاء جوي للقوات الأرضية. والمعلومات دي جت نقلا عن 3 ضباط في الجيش الإسرائيلي اللي قالوا أهداف الهجوم البري هم يسيطروا على غزة، يغتالوا قادة حماس. لكن في محلل في شؤون الدفاع في مجلس الأطلسي، وده مركز أبحاث أمريكي، المحلل ده اسمه أليكس باليتاس، قال لصحيفة الشرق الأوسط الضربات الجوية الحالية هدفها أنها تقضي على قيادة حماس والأنفاق ومخابئ الأسلحة وقاذفات الصواريخ عشان تقلل المخاطر بتاعت الهجمات الصاروخية ضد الإسرائيليين لما يدخلوا بريا، والمخاطر اللي هيتعرض ليها الجيش الإسرائيلي في أي عملية بيعملها. وبالتالي في احتمال إن غزة تنضم لقائمة المدن
والمناطق اللي تحولت لأنقاض بسبب عمليات عسكرية. زي مين؟ زي الفلوجة في 2004، زي الموصل في 2017، زي ماريوبول في أوكرانيا في 2022. وده هيحصل والعالم شايفه وساكت. بيار راسكوس من مؤسسة البحر المتوسط للدراسات الاستراتيجية بيقول الإسرائيليين هيبعتوا كل وحدات النخبة والمدرعات بتاعتهم والمشاة وخبراء المتفجرات والكوماندوز والقوات الخاصة، كل ده هيبقى عنده دعم مدفعية وطيارات مسيرة ومقاتلات ومروحيات. وبيتوقع أن الهدف الأول يبقى تقسيم غزة قسمين، فصل رفح في الجنوب عن غزة في الشمال. وقال عمليات مدعومة بالمدرعات بتسيطر على الطرق الرئيسية زي ما حصل في بيروت سنة 1982 قبل ما يتعمل هجوم منسق في كل الاتجاهات برا وبحرا وجوا. وبيرجح ان الغزو يحصل بالليل عشان حماس ما عندهاش كهرباء والاسرائيليين عندهم اجهزة رؤية ليلية ممكن كمان تخليهم يشوفوا ايه اللي ورا الحيطة. لكن رغم التفوق التكنولوجي الاسرائيلي الكبير ده ما هواش حلوله سهلة، زي ما في برضو أندرو جالر ده من شركة الاستخبارات البريطانية اسمها جينز بيقول حرب المدن تعتبر من أكثر الأماكن أو البيئات التكتيكية واللوجستية تعقيدا. لمين؟ لأي جيش نظامي. فالجيش النظامي لما يدخل قدام مقاتلين منتشرين في حرب عصابات، فمقاتلين حماس قالك عندهم متاهة من الأزقة الضيقة اللي بنسميه عندنا زقاق الحواري، وعندهم شبكات انفاق ما تقدرش اجهزة المخابرات الاسرائيلية انها تكشفها كلها، تكشف حتة منها بس. بيقول لك في تاريخ حرب المدن ممكن تطهير مبنى واحد كنقطة حصينة ياخد له ايام او اسابيع او اشهر. واللي بيزود صعوبة العملية الاسرائيلية دي مع حقيقة ان حماس معاها سلاح، نشرت في 2014 ما بين 2500 ل 3500 مقاتل معاهم صواريخ وقذائف هاون وصواريخ مضادة للدبابات وقاذفات وقنابل يدوية وبنادق آلية، وترسانة الأسلحة عندها زادت من وقتها مع مجموعة كاملة من الطائرات بدون طيار الانتحارية والمروحيات التجارية الرباعية اللي احنا عارفينها اللي بتتباع زي لعب الأطفال اللي ممكن تسقط ذخائر. الكلام هنا عايز بس اقول ان الكلام اللي بيقولوه هؤلاء الخبراء في الاعلام الغربي كلام ليه وشين، وش ان هو بيحذر لكن وش التاني ان هو عايز يقول لك انها حرب متكافئه. يعني عايز يقول لك حماس عندهم صواريخ وقاذفات وضاربات ومش عارف ايه، وعندهم الانفاق وعندهم الكذا وعندهم الكذا. نخلي بالنا برضو من الكلام ده رغم ان انا اللي بقوله لحضراتكم، لان هو ده اللي بيقولوه، بس هم بيقولوه عشان يقولوا دي حرب متكافئة بين جيش حماس والجيش الإسرائيلي. وطبعا ده كلام بعيد كل البعد عن انه يبقى حقيقي، مفيش اي تكافؤ في هذه المعركة من الناحية العسكرية. نادي الأسير الفلسطيني قال الجيش الإسرائيلي نفذ أضخم حملة اعتقالات فين؟ مش في غزة، لا في الضفة المحتلة. اعتقل 470 شخص من يوم 7 اكتوبر للنهارده، ودي اكبر حمله من سنين شملت كل فئات المجتمع الفلسطيني في الخليل. لكن صحيفه تايمز اوف اسرائيل بتقول المعتقلين ما يزيدوش عن 330 فلسطيني، منهم 190 من حماس. قال لك كل اللي قبضنا عليهم من اول السنه دي هم 6000 بس. والله يا بلاش. الحقيقه يا بلاش. متحدث السفارة الأمريكية في إسرائيل قال الولايات المتحدة بتعرض على الأمريكان المقيمين في إسرائيل وقرايبهم إن يتم إجلائهم بحرا من حيفا لقبرص بكرة. فاكرين كنا بنتكلم امبارح إن مصر لم تسمح ليهم إنهم يعدوا بالمحبر رفح، وقالت إن الآلية لازم تبقى آلية متكاملة للكل عشان خاطر ينحل بالنسبة للناس كلها، لكن مش هنبقى الموطئ اللي بيخرج منه الأجانب من غزة إلى مصر ونسيب بقية الفلسطينيين يعانوا هم والغزاويين من أهوال الحرب. فمتحدث السفارة بيقول سمحنا بمغادرة موظفين الحكومة غير الأساسيين في السفارة في القدس،
والمكتب الفرعي في تل أبيب مع أسرهم وعائلتهم. امبارح كنت بستعرض معاكم استطلاعات رأي في الشارع الإسرائيلي، كلها كانت ضد نتنياهو واستمراره كرئيس وزراء. وعلى فكرة استطلاعات الرأي في إسرائيل دقيقة إلى حد كبير، بتعكس رغبة الشعب بجد وبتأثر فيهم بشكل عام. يعني الناس بتنحاز للنتيجة الأكبر وبتتأثر بيها. قبل ما نختم حلقتنا امبارح كان في مظاهرات بتطالب برحيل نتنياهو، والنهاردة الصحافة الإسرائيلية كلها بتهاجم نتنياهو. وظهرت في إسرائيل وثيقة للتوقيع الشعبي عنوانها إخفاق 2023، حاجة كده شبه اللي كانت موجودة عندنا في 2013، بس الاستمارة دي بتطالب نتنياهو إن هو يستقيل ويختفي من المشهد السياسي تماما. نص الوثيقة بيقول: ألا يكفي آلاف القتلى والجرحى للاستقالة من منصبك؟ مقالات رأي كتيرة زي ما احنا شايفين بتهاجم نتنياهو، أولها محلل سياسي اسمه بن كسبت كتب في معاريف: بعد أن نقطع رؤوس حماس نوصل نتنياهو للباب. عنوان المقال في حد ذاته فاجر وبيوضح فجر الخصومة من جانب إسرائيل بعد أن نقطع رأس حماس. فبيقول نتنياهو مش هيحقق إنجازات يهود أولمرت اللي عمل الحرب على غزة سنة 2008 وسواها أرضا برضه، وكان بيقترح توطين الفلسطينيين في سيناء برضه. قال لك نتنياهو أصله عالق في غزة وكل الشعب الإسرائيلي رهاين بين إيديه. فبيسأل: هل المجتمع الإسرائيلي هيعيش يوم زيادة؟ نتنياهو حبس حماس في قفص ورمى المفاتيح في البحر، لكن الوحش خرج من القفص زي ما حصل في حرب يوم الغفران من 50 سنة. وجعاهم حرب يوم الغفران، حرب 73 اللي هم بيقولوا انتصروا فيها. كل شوية لما بتيجي سيرة الألم والوجع والهزيمة ما بيفتكروش أي حاجة غير حرب 73. صحفي تاني اسمه جيدي فايتس كاتب في هارتس: الوضع في إسرائيل بعد طوفان الأقصى مرعب. بيقول الأحياء هيلاحقوا نتنياهو في النهار والأموات في الليل، أشباح يعني. صحفي تاني اسمه حيام ليفسون بيطالب في نفس الصحيفة بإنهاء حقبة نتنياهو ومحاكمته في اليوم التالي لتركه رئاسة الوزراء. ومحرر في صحيفة هارتس اسمه نحاميا تشاتسلر كاتب مقال بعنوان: نتنياهو مذنب عليه الاستقالة. قال فيه انه بينتظروا كشف حساب كبير وعسير، وان الغضب المجتمع الاسرائيلي عامل زي كرة التلج، وان جنازات القتلى الاسرائيليين فيها توعد من المواطنين ان هم هيطردوا نتنياهو للابد وهيكتبوا انه مذنب على قبور الموتى، والخلاص من نتنياهو هيكون على ايد الشعب اللي هيثور ويجبره على الاستقالة هو وكل اللي شاركوه في حكومة الطوارئ الوطنية، لأنهم قدموا للشعب الإسرائيلي على طبق من دم، ونتنياهو بقى عامل زي الطائر الجريح. كلها تشبيهات بلاغية صحفية إسرائيلية بتعبر عن حجم الجرح اللي أصابهم، حجم الألم اللي جالهم فين؟ خبطهم في الحتة اللي هم بيعتزوا بيها طول الوقت، ألا وهي غرورهم. فما ضربوا في غرورهم، فبالتالي هم النهاردة في مرحلة ان هو بيخبط وبيلوش. وانا شايف ان الكلام ده لما بيتقال ده الكلام الاقرب للحقيقة عن كلام ترسانات الاسلحة اللي موجودة عند حماس، ترسانات الاسلحة اللي موجودة عند حزب الله، مش عارف ايه. ما هو راح يضرب النهاردة مطار في سوريا، هنتكلم في ده بعدين. في محلل شؤون سياسية حزبية اسمه يوسي فيرتر خصص عموده في هارتس للهجوم على نتنياهو. قال الموضوع أكبر من الصراع مع حماس، ده نتنياهو ممكن يتسبب في حرب أهلية داخلية داخل إسرائيل، لأنه بعد انتهاء الحرب هيفضل نتنياهو متمسك بالكرسي ويزرع الفتنة والانقسام والكراهية في المجتمع الإسرائيلي. هيستغل كل فرصة عشان يحمل الجيش والأجهزة الأمنية مسؤولية الفشل في الحرب. كفاية كده ولا نقول كمان؟ خليني أقول لكم على واحد كمان
محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة ذا ماركر اسمه جاي رولنيك، كاتب كده عنوان نتنياهو اذهب الى البيت. بيقول رئيس الوزراء الاسرائيلي لازم يتنحى لانه السبب في تدهور الوضع الامني وانه وصل اسرائيل للدرك الاسفل من الانحطاط والاذلال. كفايه كده بقى على صحافتهم اللي هي الحقيقه عماله بتدين في نفسها طول الوقت. هل هناك رابح في الحرب؟ هل هناك من انتصر ولا كل خسران؟ انا بقول من اول يوم انتصرت المقاومة الفلسطينية لأنها كسرت حاجز الخوف ولأنها حركت المياه الراكدة في القضية. بس اندبندنت عربية طالعة بتقول إن الحرب أفادت أسواق السندات الأمريكية نتيجة إن المستثمرين خصوصا في آسيا راحوا يشتروا سندات خزانة أمريكية كملاذ آمن، فده أدى لوقف موجة البيع اللي نزلت أسعار السندات وارتفاع العائد عليها. بس الأيام الأخيرة أظهرت اضطراب سببته الحرب في سوق السندات لدول زي الأردن ومصر ولبنان. تكاليف الديون ارتفعت والاقتراض كمان بشكل كبير الأسبوع اللي فات، لأن المستثمرين متخوفين إن الحرب تستمر فترة أو تتوسع. بداية الأسبوع اللي فات ارتفع العائد على سندات الدين السيادي الدولارية الأردنية المستحقة في 2023 من 8.5% ل9.4%، وده اعلى معدل من اكتوبر السنه اللي فاتت، ومعروف ان نسبه العائد دي عكس سعر السندات، فكل ما العائد زاد سعر السند نزل. مدير دين سيادي للدول الصاعده قال الاسواق بتتحسب وتتوقع وبتحسب وبتضيف علاوه اخطار نتيجه احتمال إن الأردن ومصر يقابلوا أزمة تدفق لاجئين. فالاقتصاد الأردني معتمد على دخل السياحة اللي بتشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وده ممكن يتأثر جدا. النهاردة هيكون ضيفي نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، وهنتكلم عن الصحافة والإعلام في العالم وفي مصر وفي المنطقة وما يحدث، وهذا التدليس الذي يحدث في الإعلام العالمي. عايز أحكي لكم حكاية من زمن طويل قوي، لأن صوته لسه بيرن في وداني من وأنا طفل وقت حرب أكتوبر 73، وقت ما الدول العربية قطعت البترول عن الغرب. مواطن عربي كئيب وصوته كئيب باع نفسه تحت اسم حاجة كانوا بيسموها المهنية، فطلع يقرأ تعليق سياسي في اذاعه البي بي سي العربيه بعد النشره في الراديو، بيتكلم عن العرب بعد ما قطعوا البترول، فكان تسمعه وفاكر صوته بشده وهو بيقول فليحترقوا في نفطهم. ببراءة الاطفال سالت نفسي ازاي يعني يقبل يقول كده وهو عربي؟ ما كنتش عارف انه عشان الوظيفه والقرش الناس بتبيع كل حاجه حتى الضمير والوطن. كبرت واشتغلت في الاعلام، واول ما ابتديت اتدرب قال لي استاذي، واول واحد دربني الاستاذ سليم رزق الله الله يرحمه، قال لي مدرستك هي البي بي سي. استغربت قوي لان ما كانش فات على انتصار اكتوبر ده اكتر من 8-9 سنين. فحكيت له قال لي يا اسامه ما فيش اعلام محايد، في اعلام موضوعي. فسالته هو ده كلام موضوعي؟ قال لي لا، بس هم مجبرين يعملوا كده عشان يحافظوا على وظيفتهم. قلت له ده اللي بياكل عيش، طب اللي مشغلينهم اللي انت بتقول لي دول مدرستك؟ قال لي هم ما بينفصلوش عن سياسات بلادهم. عرفت ان لو الموضوع ضد مصلحتهم فطز في الحياديه وطز في الموضوعيه وطز في المهنيه. وقفت ضدهم البي بي سي في 2013 و14 و15 ومعاهم دويتش فيلا وغيره وغيره. بس البي بي سي على وجه الخصوص راحوا اشتكوني لطوب الارض. مشوا مدير مكتب القاهرة وجابوا مديرة جديدة طلبت مني اديها فرصة اتغير، والحقيقة يعني ما قدرتش اتغير. افتكرت الكلام ده النهاردة لما عرفت ان صحفيين في قناة بي بي سي التلفزيونية العربية، لان هم قفلوا الاذاعة خلاص، متهمين بالكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي وبيدعموا حماس، وبيقولوا ان مفيش اسرائيليين مدنيين في هذه المعركة.
هيئة الإذاعة البريطانية بتقول إنها بتحقق بشكل عاجل في المزاعم اللي جات لها إن بعض المراسلين بتوعها أشادوا بهجمات حماس الوحشية على إسرائيل. شوفوا سموها الوحشية مع إن ده مش مفروض إن هو يستخدم في اللغة بتاعتهم، وإن هم قالوا الكلام ده على وسائل التواصل الاجتماعي، ده اسمه إلكتيف اللي هم عملوه ده، وده أساسا ألف به ممنوع إن أنت تستخدمه لأن أنت كده خرجت عن الحياديه. قال شخصيات متعدده تابعه لبي بي سي العربيه ان الضحايا المدنيين الاسرائيليين لا ينبغي اعتبارهم مدنيين ابرياء. فصحيفه التليجراف البريطانيه برضه سجلت عده حالات لصحفيين تبع البي بي سي نيوز عربيه بيشيدوا بالهجمات، وحسب الكلام اللي اتقال واحد من الصحفيين وصف التوغل عبر الحدود يوم السبت اللي فات بانه صباح الامل. فالتليجراف نقلت عن محمود شليب وده صحفي بارز في هيئه الاذاعه البريطانيه انه كتب على تويتر: امامي على قناه الجزيره يقف من يسمون بالمدنيين المسلحين الى جانب الشرطه ويطلقون النار، لانه ليس لديهم اي مدنيين بين الشباب، وهذا ما لا يعرفه الجاهلون في كثير من الاحيان. أنا مع محاربتهم بالحب، نعم هذا هو الحل. آية حسام اللي البي بي سي قطعت علاقتها معاها من ساعتها، يعني ابتدت تغرد وتعيد التغريد البيان اللي بيقول إن الصهيوني يجب أن يعرف أنه سيعيش كلص ومغتصب، وإن كل عضو في الكيان الصهيوني خدم في الجيش في مرحلة من حياته سواء رجال أو نساء، وكانوا ضحايا انتهاكات صريحة. هيئة الإذاعة البريطانية بتقول للتليجراف إنها بتحقق بشكل عاجل في الموضوع ده، قال لك لأننا بنتعامل مع مزاعم انتهاكات لإرشاداتنا التحريرية، واللي مكتوب على السوشيال ميديا بنتعامل معاه بأقصى قدر من الجدية، ولو لقينا انتهاكات هنتصرف ونتخذ إجراءات تأديبية. نسيت أقول لكم وأنتوا بتقولوا طز في المهنية وبتقولوا طز في الحيادية وبتقولوا طز في الموضوعية، انكم النهاردة بقى قلتم طز في الحرية. وبالمناسبة عشان ما تزعلوش مني وتقولوا ان انا كلمة طز بالتركي معناها ملح، يعني مش كلمة عيب، او عموما يعني ممكن اقول ملح في اللي يزعل. ماشي، نرجع لمصر والهيئة الوطنية للانتخابات طلعت قرار بتشكيل ومهام واجراءات لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 24. القرار تضمن تشكيل لجان مهمتها رصد الوقائع اللي بتحصل بالمخالفة للضوابط اللي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص الدعاية الانتخابية في كل محافظة. عايز أقول لحضراتكم إن يعني قبل ما نروح للفاصل، وزارة الداخلية أعلنت عن بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لسنة 24 اعتبارا من يوم السبت 21 أكتوبر لحد الاثنين 23 أكتوبر. الطلبات هتتقدم في مراكز وأقسام الشرطة أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، ويتم إجراء قرعة للمتقدمين لاختيار من يختارهم الله. في الحقيقة هي في الآخر خالص من يختاره الله، لما حدش عمره هيروح إلا إذا كانت الدعوة جاية له من ربنا سبحانه وتعالى، تدخلت القرعة اللي بين البشر أو تدخل حاجة، فكلنا نبقى عارفين. انوي النية، ادخل القرعة، لو كتبت ليك فهنيئا ليك، لو لم تكتب ليك فالنية موجودة، ربنا يتقبل منا كل واحد على قدر النوايا. نشوف التقرير ونرجع ونلتقي والأستاذ خالد البلشي. لبيك اللهم لبيك. تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري، وتعلن عن بدء تلقي طلبات آداء فريضة الحج لعام 1445 هجرية 2024 ميلادية. التقديم اعتبارا من السبت 21 من أكتوبر 2023 حتى الاثنين 6 من نوفمبر 2023 بجميع مراكز وأقسام الشرطة
بكافة مديريات الأمن. تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك. سيتم إجراء القرعة العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن وفقا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية. يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج. وبالنسبة للمرافق تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. يستبعد من السفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان. جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت. إمعانا في طمس الحقائق، طالت يد البطش الإسرائيلي الصحفيين رسل الكلمة في محاولة لإخلاء الساحة لآلة الاحتلال الإعلامية، ومن أجل شيطنة المقاومة الفلسطينية ونقل صورة تنافي الواقع تماما. منذ بداية العدوان الإسرائيلي السبت الماضي استشهد 10 صحفيين فلسطينيين، منهم إبراهيم نافي، محمد جرغون، محمد الصلحي، أسعد شملخ ومحمد صبح وسعيد الطويل وسلام ميمة وهشام النوكحة. الشهيد هشام النوكحة مصور وكالة خبر للأنباء كانت آخر كلماته على صفحته في موقع فيسبوك يشيد فيها بصمود الشعب الفلسطيني قائلا: ولا أعلى من هيك معنويات، كم أنت عظيم يا شعبنا برجالك، وما هي إلا ساعات. وانضم هشام إلى قائمة الشهداء، كما سقطت قذيفة إسرائيلية على تجمل صحفيين دوليين كانوا يغطون المواجهات على الحدود في جنوب لبنان، ما نجم عنه استشهاد مصور وكالة رويترز الصحفي عصام العبدالله وإصابة 6 آخرين. وفي سياق متصل وجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسلحة في وجه طاقم قناة القاهرة الإخبارية بعد أيام من إعلان القناة الإخبارية إخلاء مكتبها في قطاع غزة بسبب تهديدات قوات الاحتلال، كما تعرض صحفي بي بي سي إلى الاعتداء والاحتجاز تحت تهديد السلاح بعد أن أوقفتهم الشرطة في تل أبيب، الأمر الذي دفع نقابة الصحفيين المصريين لتدشين لجنة لرصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتوثيقها. ما هي آلية عمل اللجنة؟ وكيف ستواجه الآلة الإعلامية الإسرائيلية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي الأستاذ خالد البلشي دعا كل الصحفيين أنهم يشاركوا في لجنة لرصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني اللي بيتعرض لحرب إبادة في غزة، وكمان بيرصد الانحياز الغربي السافر والانحياز الفاضح لإعلامه في تغطية الحرب الجارية. اللجنة عقدت أول اجتماع امبارح، وبكرة هتعقد اجتماع تاني الساعة 1 ظهرا عشان تعلن نتيجة الرصد الأولي للممارسات غير المهنية في الإعلام الغربي. برحب بالأستاذ خالد البلشي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ أسامة، وأهلا بكل المشاهدين. ويعني أنا بشكر حضرتك على اللقاء، مشرفنا، وخصوصا أن هي قضية مهمة تهمنا كمان، مش هي قضية نقابة الصحفيين الأولى وستظل قضيتنا الأولى. صحيح. من زمان ونقابة الصحفيين لم تتراجع عن تبني هذه القضية المهمة. طيب خليني أبدأ مع حضرتك قبل ما نتكلم على اللجنة، عايز أتكلم معاك على اللي كنت بتكلم عنه عن البي بي سي والممارسة الأخيرة اللي هي استمرار لممارسات غير حيادية غير مهنية غير موضوعية. شفتها إزاي؟ الحقيقة أنا شفتها هي هجمة على حرية، يعني مصادرة الحق في التعبير بشكل أو بآخر، بس هو الحقيقة هي جاية جزء من سياق عام، هو سياق الانحياز السافر للعدو الإسرائيلي في مواجهة ما يجري على الأرض في غزة، وتجاهل الوضع كمان اللي بيتعرض له الفلسطينيين.
وده جزء من الحقيقة تغطية تم ارتكاب فيها كل الجرائم المهنية، وصلت من أول التزييف والتزوير الأخبار وانتهت لحد طريقة الإدارة الحوار. لما كانوا يكلمونا دايما على إدارة يعني عمل تحقيق صحفي، كانوا بيتكلموا على فكرة أن نبحث في أعماق المشكلة. كل التغطيات تركت أي عمق المشكلة، تركت الأزمة حتى الحقيقية. لا دخلوا في عمق ولا حتى شافوا اللي على الوش، هو اللي على الوش واضح قوي يعني. كأنهم انتبذوا جميعا لأن في خطر بيحدق، وكأنه يحدق بدولتهم فقط. يعني ده ربما بيبقى مبرر مثلا في حرب في أوكرانيا، بقى الناس الصحفيين الأوكران لما يتكلموا بطريقة معينة فهم أصحاب قضية. أنا تخيل الآن نحن أمام كأن هناك قضية واحدة تحكم الجميع، وكأنهم يتحركون تحت مظلات. يعني أنا فاكر كان في المذيعة الأمريكية اللي طلعت قالت على الأوكرانيين إن هم لاجئين، قالت أصل دول شبهنا مش شبه الناس اللي في الشرق الأوسط. ده اللي حاصل، ومع ذلك لم يعني الممارسات اللي حصلت بقى في حرب أوكرانيا وطريقة التعامل، لما تيجي نشوف النهاردة اللي حصل في بي بي سي هتكتشف اللي هو مع الصحفيين المصريين واللبنانيين، هتلاقي المسألة انقلبت تماما. اللي حصل ان احنا امام تحقيق بيفتح الان مقابل لايك على بعض البوستات، ولايك على بوستات الحقيقه يعني فيها حقائق. يعني مثلا زميله من طبقا حتى للديليتجراف اللي هو بدات من خلالها، بس الحقيقه في طرف عمل بيغذي واجب زياده وقرر ان يعمل بطريقه، وفي طرف الحقيقه نحتاج لتحركات مختلفه. احنا قدام لايك مثلا بيتكلم على فكرة ان اللي ما بيسندوش اللي سندوا كتائب اللي هي المدافعين عن الحرية او المقاتلين من اجل الحرية في اوكرانيا، وما يسندوش الفلسطينيين الحرية في فلسطين، الفلسطينيين حتى ما قالش كده الفلسطينيين، فيبقى في ده تعبير عن انعدام الضمير. ففي لايك على ده، هذا اللايك اعتبر ان دفاع تم تحويل صاحبته للتحقيق لمجرد انها عملت لايك على هذا البوست بدعوى مخالفتها المعايير. ما ده متكرر بقى مع اكتر من زميل وزميلة، بعضهم بالمناسبة هم اعضاء في نقابة الصحفيين، دي الجزء الاولاني. الجزء الثاني كمان ان الملفت بالنسبة لي ان ثلاثة من اللي قادوا التفاوض، انا مش عايز اربط القضيتين بس الحقيقة لان الموضوع بادئ من هناك، بس كمان في ثلاثة من اللي قادوا التفاوض من اجل حقوق الصحفيين في البي بي سي محاولين للتحقيق في الموضوع ده. الربط هنا ممكن ما يكون دقيق، بس انا في الاخر حاسس ان في حاجه غلط. طبعا الجزء الثاني ان احنا امام العقود اللي انا قعدت استفسر عن ما جرى، فتكلموني على فكره اصل بتاع الديليتجراف نقى قعد يدور على الصحفيين وسلوكياتهم، اصل شاف ان تغطيه بي بي سي عربي منحازه، فقرر هي منحازه لا منحازه لا هو كانت منحازه لفلسطين منحازه لاسرائيل لا هو بيتكلم عن انها منحازه لفلسطين، وهو بيصادر حتى المساحه اللي بتحاول انها يعني تعكس حاجه مختلفه قليلا، لان المشهد الثاني البي بي سي الانجليزيه بتتكلم على لما طلعت تويتر بتتكلم على فكره ان في 500 فلسطيني ماتوا و700 اسرائيلي قتلوا، فده هو ده يبدو ان ده التوازن اللي الناس ده اللي بنسميه او اللي علمونا اللي هو الالكتيف يوز اوف لانجويج. بالظبط اللي هو المفروض ان الصحافه ما تستخدمش ده قعدوا يهاجمونا يقول لك انتوا بتطلعوا تقولوا دول شهداء ودول قتله هم بيعملوا نفس الحكايه. بالظبط فده الانحياز اللي واضح، فيبدو ان ده هو الجايد الجديد اللي هو المفروض يشتغل فيه الصحفي. فمجرد ان هو يعمل لايك على شيء بيقول بينقل واقع بيقول يعني فاكت الحقيقه، انت هتساند اللي بيدافع عن الحريه، هتساند اللي بيدافع عن الحريه في كل الاماكن، فاعتبر ان ده مخالفه. اللي حصل هل ده مثلا نمط بيحصل في البي سي؟ لا نمط مش بيحصل في البي سي، انا حاولت احقق. طبعا اللي حصل طبعا ان كل الطرف استغل التحقيق ده واستغلته اسرائيل بشكل او باخر، فراحت قدمت شكوى في الاذاعه البريطانيه وقدمت شكوى في مجلس العموم، والتانيين الرعب اشتغل وبدأوا. مين بقى مين من اسرائيل اللي بيقدم ده؟ لا الخارجيه. الخارجيه وكمان الصحفي نفسه راح قدم شكاوى اللي عمل التحقيق. الصحفي بتاع ديلي تليجراف. ويعني تحركت عدد من الشكاوى. ده بيقول ان في دور عليكم بقى. طبعا ما هو ده الحقيقه يعكس ان المفروض طريقه ان احنا كيف نتعامل، احنا الحقيقه بنعمل بشكل او باخر خطوات في الاطار ده.
انا بس عايز كفايه. انا تقديري ان احنا كده احنا محتاجين نصعد هذه الخطوات. انا هعمل بنكلم النقابه الفلسطينيه في ساعات انت بتبقى محصور في احتياجات الدعم، بس انت كمان محتاج تطور خطابك، مش مجرد انك ترصد زي ما احنا عاملين لجنه للرصد، للابلاغ زي ما الاطراف الثانيه بتبلغ للتعامل. احنا حاولنا نتواصل مع الاتحاد الدولي للصحفيين بشكل او باخر عشان توصيل الرؤيه، مع منظمات الدفاع عن حريه الصحافه عشان الصحفيين اللي بيستهدفوا بشكل مباشر نشوف ردود افعالهم. طبعا في يعني عندكم الاليات والامكانيات انكم تعملوا؟ طبعا عندنا اليات، اصل التواصل بقى سهل في الوقت ده، انما الابلاغ ده اعتقد ان هو دور مهم ولا بد من التحرك فيه، والابلاغ ده على مستوى سياسي سياسي وعلى مستوى نقابي برضك. اللي حصل هنا ان ما جرى مثلا لما تيجي تقارن موقفين، فانت هتكتشف زي ما احنا شفنا المذيعه اللي بتتكلم على انهم شكلنا قبل كده حتى لو مش في البي بي سي، بس هتكتشف ان الصحفيين الاوكران داخل البي بي سي، الاوكرانيين داخل البي بي سي قالوا ما تكلموناش على الحياد والموضوعيه، احنا في حاله حرب للدفاع عن بلدنا، فده في اجتماعات داخل البي بي سي وهذه معلومات. لما انا حاولت احقق في الموضوع، لما في طريقه الرصد والتعامل هم اخفوا الجانب الروسي تماما زي ما بيخفوا الجانب الفلسطيني دلوقتي، هم يعني كم الجرائم اللي ارتكبت المهنيه لم يتم التحقيق فيها. والان تواصلت مع البي بي سي نفسها؟ انا تواصلت مع مدير المكتب هنا في القاهره على الاقل لحين التواصل مع الاداره هناك في بي بي سي زي ما عملنا قبل كده في الاداره. ايه الادارة كحوار؟ ولا انا ابلغته رساله واضحه ان ده النقابه الصحفيه المصريه بترفض اللي بيحصل لزملائنا، واحنا بنتعامل مع ده بانه انتهاك لحريه التعبير بشكل او باخر، وان ده بنرفضه وبنطالب بوقف التحقيق ده فورا، وان النقابه المصريه ستحضر في حاله عدم الوقف، بس ده اعتداء على حريه التعبير لزملائنا، وخصوصا ان ده لم يخالف المعايير العامه. يعني انا يعني الناس ما كتب، هو قالوا لهم لا احنا بنعتبر اللايك زي الشير زي الكتابه. يعني احنا واصلين لمستوى الحقيقه حاجه هزليه. وكمان هزلي في امامك ناس مثلا اللايك ده يعني بتشايفه ان الكلام ده ايجابي، او حتى ساعات اللايك عندها بتستخدم بطريقه مختلفه موافق عليه، وساعات بتبقى للمعرفه لان المتابعه. يعني في بعض اللايك لا احنا مش محتاجين نبرر. لا انا بقول احنا دوسنا لايك ده لا 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 عامل زي النهارده كده ما قال لك هنوصل لهم المايه يا سيدي. لا انا ما بتكلمش على ان فاللايك، فهو اعتبر ده وترك جرائم ترتكب على الهواء، ولا هو ارتكب جرائم مباشره على طريقه اللي ماتوا واللي قتلوا، وعلى طريقه اللي هو ان هو يخفي طرفا كاملا من الكلام، وبعد كده بيحاسب الطرف الثاني لمجرد لايك على بوست. طب عايز اسالك برضو على موضوع انا شايف مثلا في التقرير اللي اتذاع قبل كده ان في مراسل لرويترز استشهد. الم تنتفض رويترز؟ لا رويترز انتفضت المره دي. ازاي؟ يعني الحقيقه رويترز ربما لم تنتفض في شهداء اخرين، بس المره دي لا، الرويترز تحركت، طلعت ادانات واضحه وحركت العالم في الموضوع ده. الحقيقه ان احنا مثلا فيما يتعلق بالشهداء الاخرين اللي سقطوا اللي ارتقوا في غزه، احنا النقابه الصحفيين الفلسطينيه واحنا وتواصلنا مع الاتحاد الدولي للصحفيين. انا حاولت اتواصل مع كل مؤسسات حريه الصحافه. في مؤسسات تعاملت بحرفيه حقيقيه وبمهنيه حقيقيه. يعني انا اقدر اقول ان اللجنه الدوليه لحمايه الصحفيين اصدرت اكثر من بيان في اطار ادانه ما يتعرض لها الصحفيين، الاتحاد الدولي للصحفيين اصدر كمان دليل ارشادات للتعامل وقت الازمه دي داخل غزه، وطلع وتبنى بيانات نقابه. انا اتواصل مع مراسلون بلا حدود منذ ايام، قولوا له يبقى انا بشكل مهني بعتوا لي تقرير طلعته عن الحرب، حتى الان لم يصلني رد. حاول البحث عن ده، حتى الان لم يصلني رد. ده فاجعه الحقيقه بالنسبه لي. كل معتقداتك اللي يعني انت بنيت حياتك المهنيه عليها لا انا شفت على الاقل بتتهز قدام. انا شفت على الاقل ان في يعني في تصرفات واضحه، نحن امام ناقلي حقيقه بيتعرضوا للاستهداف المباشر. طبعا الحقيقه ما بتموتش باستهداف ناقليها، الاستهداف المباشر، وهم بيرتدوا ازياء الصحافه وبيمارسوا عملهم الصحفي وبيقتلوا، ما فيش حد بيتحرك. في جهات تحركت زي ما انا بقول، وفي جهات يعني وكأن يعني رام عليهم الصمت وكأنهم من بنها. ما فيش يعني مش موجودين اصلا. دي كارثه. طبعا ده متماشي تماما مع ما يجري في الاعلام الغربي، واللي احنا الحقيقه هنعمل مؤتمر صحفي كبير بكره في نقابه الصحفيين،
لإعلام بقى النتائج اللي احنا توصلنا إليها فيما يتعلق بطريقة تعامل الإعلام الغربي اللي هي المشينة. أنا مش عايز أقول المجرمة الحقيقة، هي مجرمة، لأن الحقيقة أنا أرى أن دور الصحافة دائما، أو هكذا تعلمت يعني، يمكن اتربيت غلط. أنا أرى أن دور الصحافة دائما هي الدفاع عن الضعيف، هي استجلاء الحقيقة من حتى أنها تمثيل الأطراف المختلفة. إحنا غاب تمثيل الأطراف المختلفة، تبنت الصحافة الغربية الصور المزيفة، اخترعت قصص مش موجودة، وده استجابة للسياسيين. شو هم عملوا ده في 2001 في 11 سبتمبر، وعمل يعني ده تكرر يعني في كل مرة تتعارض مصالحهم مع حرية الصحافة، حرية الصحافة ضحية. الحقيقة يعني كنت أتمنى أن أرى هذا المشهد، يعني كنت أتمنى أن أرى، إحنا أمام مشهد مش هقول واضح وضوح تام، بس على الأقل هو واضح بالنسبة لي، يعني أعتبر نفس صاحب قضية، بس على الأقل في قواعد مهنية، في حد أدنى من القواعد المهنية، طيب التحقق والتوازن والموضوعية. مش هتكلم على عدم، أنا من الناس اللي بيتبنوا إن ما فيش حاجة اسمها حياد، تمام، إنما في موضوعية، في موضوعية، في تعامل موضوعي. أنا الحياد، تمثيل الأطراف المختلف، النقل وجهات النظر المختلفة، تدقيق المعلومات. الناس بيخدوا معلومة ذبح أطفال ونشروها وكأنها حقيقة دون أي تحقيق. ده بايدن طلع كتبها وصحيح. الكارثة بقى إن ده يوصل حتى ساسة البيت الأبيض وبعض الأماكن الأخرى، يتبنوا القصص دي وحتى في نفي يبقى نفش. وإحنا عارفين إن حتى بايدن ما هوش ترامب، يعني ما هوش قاعد بإيده بيكتب، لا ده في ناس بتكتب له، في ناس بتعمل له، فهم موافقون على ده. وهو معروف إن أنت النهاردة المعلومة اللي هتطلع حتى لما تتسحب بيفضل البصمة الإلكترونية بتاعتها موجودة. لا لا، ما خلاص الموضوع ده، حتى هو ما مكلفش نفسه بخاطره يسحبها، لا هو حتى في اعتذاره قدمها اعتذار يعني ركيك الحقيقة، فيها اعتذار، في هناك واجب اعتذار واضح ومباشر لما ترتكب جريمة بهذا الشكل اللي بررت يعني استهداف ملايين البشر في غزة. نعم. ملايين البشر من الفلسطينيين. هو في الاخر هو لم يرى الضحية اصلا، هو لا يرى الضحية، ولم يرى الا هو تبنى رؤية الجني فقط. طيب انا معايا عبر الهاتف دكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام في المجلس ورئيس مجلس ادارة صحيفة الوطن. اهلا وسهلا دكتور محمود. اهلا وسهلا يا استاذ اسامة، وتحياتي للنقيب داخل المجلس. دكتور محمود، يعني احنا بنتكلم طبعا النهارده، حضرتك اكيد متابعنا عشان كده حضرتك معانا على الهواء، اننا بنتكلم على ما بقاش ازدواج معايير موجود في الاعلام الغربي، ده كان زمان، دلوقتي بقى في معيار واحد وهو فقط الهجوم 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 على شعب اعزل، والدفاع الدفاع الدفاع عن جيش مدجج بالسلاح. شايف ده ازاي؟ يعني أنا شايف إن ده استمرار للحالة اللي إحنا كلنا تابعناها من 2011 و2013، إن فكرة الإعلام الغربي يملك الحرية وإن هو يملك الحقيقة دائما، دي كلها يعني إحنا عشناها وشفناها في 2013، إن هي أكذوبة كبيرة، وشفنا كبريات الصحف وكبريات القنوات بترتكب يعني أخطاء تصل إلى حد الجرائم المهنية، وده استمرار لهذا النهج، استمرار لنفس النهج، ان كلهم يعني متبعين الاجنده الامريكيه الواضحه والفجره والفجه، وزي ما انت شايف حتى البي بي سي الناس في يعني بيرفضوا ناس لمجرد ان هم او بيقتلوا ناس. بالظبط ده اللي كنا بنتناقش فيه دلوقتي. طب هسال بكل ضد كل قيم الحريه اللي قاعد الغرب يبيعها، وحقوق الانسان اللي قاعد الغرب يبيعها طوال العشرات او العقود الماضيه، وهو يتحدث عن حقوق الانسان والحريه، ولازم يعني طبعا ما فيش حريه خالص، كل اصدار او كل صحيفه او كل قناه عندها اجنده واضحه وتعبر عنها بسجاجه، واللي بيدفع الثمن العرب، واللي بيدفع الثمن الفلسطينيين العزل، لا واللي بيدفع الثمن كمان الحقيقه، يعني الحقيقه هي جزء الحقيقة من هذا الثمن الكبير. طبعا الحقيقه طبعا انك تقول الحقيقه دلوقتي بقت ملونه وبتتجنب، يعني في ايه اكتر من رئيس اكبر دوله
يطلع يتكلم عن ان يزعم ان الفلسطينيين بيقطعوا رؤوس الاطفال الاسرائيليين الموتى وبعدين يطلع البيت الابيض يعتذر ويقول لا معلش وبتاع. نفس السيناريو اللي حصل مع العراق لو تفتكر طبعا، برضو كل التقارير قالت ان في نووي في نووي، وبعد ما خلصوا على العراق قال لك لا ايه ده ايه ده ما طلعش في نووي. قالوا سوري يعني. طب عايز يعني استاذ محمود يعني خليني اسالك على نقطه مهمه، يعني الأستاذ خالد بيكلمنا عن جهود بتعملها النقابة النهاردة، أكيد هي مش بعيدة عن حضرتك لأن حضرتك أيضا عضو النقابة، فالجهود اللي بتتعمل، لكن حضرتك تمثل الجماعة الصحفية والإعلامية في مجلس الشيوخ بل تترأس واحدة من أهم اللجان في المجلس، هل هناك وسيلة للتعاون بين هذه الأطراف حتى يكون صوتنا حين يصل إلى الجهات اللي في الخارج سواء كانت مؤسسات صحفية عالمية، يعني مش قصدي صحفيه، مؤسسات جامعه للصحفيين او الحكومات، بحيث نتقدم بشكاوى وخصوصا ان من تعرضوا لده فيهم عدد ليس بقليل من المصريين اعضاء النقابه؟ يعني خليني اقول لك ان المؤسسات الدوليه التصرفات فيها مش فرديه او عباره عشان نقدم شكاوى او نفضحهم وبتاع، بل بالعكس ده التعنت والانحياز واضح و اللعمة يشوفه، فبالتالي احنا امام معضلة كبيرة، وبالتالي ايضا دور نقابة الصحفيين المصريين هي تفضح هذا الامر وايضا تدافع عن الصحفيين اللي في اراضي الاحتلال الاسرائيلي اللي بيتعرضوا كل يوم لانتهاكات واضحة وصريحة ومحدش بيتكلم عنهم بالشكل اللي المفروض يحصل. احنا عندنا قناة القاهرة ومراسليها من اول الاحتلال ما قرر ان هو يعطف باي شيء امامه بيتعرضوا، سواء تعرضوا في الغزة او في القدس، ومع ذلك قناة القاهرة صامدة بتغطيتها المهنية والمصرية، صامدة بتغطيتها واصرارها على التغطية رغم كل ما يحدث مع مراسليها وتصميمها. فاحنا المفروض يعني نحيي هذا هو الإعلام المصري الذي البعض انتقده أو البعض يعني أساء ليه، هو ده الإعلام المصري. قناة القاهرة تخاطب العالم، بتخاطب العالم بناحية مهنية وبتقدم مهنية صحيحة، تعرض وبتعرض مراسلوها لأقصى درجات التعنت، وأصدرت القناة بيانا حملت فيه الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية، والأهم كمان إن قناة القاهرة عندها أكواد بتستخدمها في تغطيتها ما زالت تتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي، ما بتقولش زي بعض القنوات تانية مصطلحات أخرى. نعم الدنيا واضحة، الدنيا واضحة. نعم زي موقف مصر، موقف مصر من أشرف وأوضح المواقف في هذه القضية. صحيح، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس. فاصل ونعود ونواصل هذا الحوار الهام مع نقيب الصحفيين المصريين الأستاذ خالد البلشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى من شوية اتصال هاتفي من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتبحثوا حول التطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وتوافقوا حول تعزيز الجهود الدولية لخفض التصعيد باعتباره أولوية حالية لتجنب أن يأخذ أبعادا أوسع تزيد من تعقيد الموقف. سريعا كده أعرف من حضرتك، طبعا ده الموقف اللي احنا اتكلمنا فيه هو الموقف الإعلامي والتعامل مع الإعلام، الموقف السياسي و رؤيتك ككاتب صحفي في فيما هو متوقع أن يحدث في الساعات القليلة القادمة. الحقيقة احنا قدام موقف، أنا تقديري أن إسرائيل وجدت نفسها في وضع يعني وجودي، لأن بالضربة القوية للمقاومة اللي بدأت في أول يوم هي تهديد مباشر لهذا الوجود بشكل أو بآخر. عشان كده الانتفاضة القضية الكبيرة اللي حصلت في العالم كانت هي جزء للحفاظ على هذا الوجود، يعني دعاوى المدنيين واللي هي قصص المفبركة والتزوير اللي جرى هي محاولة للتغطية على محاولة رأب
ما جرى او محاوله السيطره على ده. فالرد كان لابد ان يكون عنيفا جدا زي ما وتبرير العنف، وكان لابد من تبرير هذا العنف بهذه الاشكال التي جرت. انا تقديري ان النهارده بدا موقف دولي يتغير، او الشعبي مش الموقف الرسمي. بقى فيه احساس، لان كمان من فرط الجريمه احنا امام جريمه اباده بحق الشعب الفلسطيني، احنا تطهير عرقي. طبعا احنا قدام 2450 شهيد واكثر من 9000 مصاب، ويعني نسبه الاطفال تقترب من الالف، اللي هي اكثر من الاطفال اللي ماتوا في الحرب الاوكرانيه اللي بقى لها 20 شهر في اسبوع. فالحقيقه انا تقديري ان هذه جريمه تو، يعني انا كنت الصبح هكتب فينك يا ضمير العالم. فاعتقد ان هناك ضمير شعبي هيبدا يتحرك من جديد، لكن احنا امام اراده عكسيه هي بتدافع عن وجودها السياسي اللي هي زي نتنياهو. نتنياهو انتهى سياسيا، انتهى سياسيا، بس هو ما زال يحاول طبعا أن لازم هيتشبث. والحرب كمان واستمرارها هي بقاء، هي استمرار لبقائه، فهو هيظل في هذا التصعيد. انا تقديري قدره الرد العربي بشكل عام او اللي بيبدا التحرك الان، انا مثلا انا مع فكره ما جرى اللي هي ضروره التاكيد على عروبه غزه، فكره عدم ترحيل القضيه لفلسطين لسيناء. طبعا انا ربما اتفهم بعض الدعاوى بتاع فتح المعابر من اجل مرور ممرات امنه، ممرات امنه سواء للضحايا عشان يتعالجوا او ممرات للمساعدات بشرط وصول المساعدات. بس كمان الموقف المصري القوي فيما يتعلق، وانا تقديري بتامين سيناء وانها ما تحولش لوطن بديل، ده شيء ايجابي. النبره اللي كان بيتكلم فيها بيها النهارده الرئيس مع بلينكن دي كانت نبره كانت محدده جدا. الرسائل المصريه خلال الفتره الاخيره هي رسائل شديده الوضوح فيما يتعلق بسيناء، لابد ان نقف جميعا. اجتماع مجلس الامن القومي النهارده ده رساله مهمه فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولا بد ان يتم مساندتها مع كل الاعتبارات الانسانيه اللي تتعلق بضروره وصول المساعدات وفتح جسر امن للضحايا للمرور للعلاج داخل مصر. الاهم ان احنا فاحنا امام الان ارادتين تتصارعان، يعني الاراده هي بتحاول الدفاع عن كيانها وهتسعى لاستمرار التصعيد. حضرتك شايف ان الميزان ابتدى او بيبتدي او هيبتدي انه يخرج بره حاله الدعم الاعمى لاسرائيل شعبيا على الاقل؟ انا شايف ان ده بدا لسببين. اولا الاكاذيب اللي روجت بدات في الانكشاف بشكل كبير، من اللي هي من اول جثه محروقه لكلب، الكلب اللي تحول لجثه محروقه لطفل، او انتهاءا بادعاءات الاغتصاب وادعاءات ذبح الاطفال، اللي احنا امام مشهد لذبح اطفال علني. فده انا تقديري ان بقى في موجه شعبيه الحقيقه، واحنا بنتكلم على جريمه الصحافه الغربيه وجرائم الغرب في الموضوع ده، لازم برضك نشير لان هناك مواقف غربيه اللي كشف قصه طبعا في ناس عندها ضمير، يعني يعني اين انت يا ضمير العالم؟ هناك البعض بالظبط، يعني انا مثلا انا اتابع وانا بتابع لازم نتابع مثلا تغطيات ألان جريش في فرنسا بيتكلم حاجه مختلفه تماما. بعض الساسه اللي هم في الاخر انفعلوا بالمشاهد دي اللي بداوا يصححوا موقف. فانا شايف ان في رده فعل الان توازن بس لسه ما وصلتش، لا الميزان بعيد، لسه ما وصلش، لان الاله الاعلاميه ما زالت في نفس التوجه. والاله الاعلاميه امتدت من الغرب حتى لصحف الهند وصحف اخرى في العالم. احنا لما جينا نرصد فجعنا بمدى التاثير ومدى التزييف والتزوير. ليه؟ هل لان الصحف اللي هي بعيده عن ده هي متاثره وهي ناقله بس، ولا لان الموضوع مش فارق معاها، ولا ان هم جزء من هذا التواطؤ؟ في متواطئين، في متواطئين بشكل حقيقي، وفي اللي هو في صوره نمطيه صنعت للعربي وللفلسطيني الناس بتستسهلها، وفي عدم مهنيه كبير بيجري، بس في تواطؤ غربي واضح، يعني في جريمه غربيه وجريمه للصحافه الغربيه لا يمكن تقديم مبررات ليها. هم حتى التدقيق البسيط، يعني التحقق البسيط، احنا بنتعلم قعدوا يعلمونا من التحقق كيفيه التحقق من الاخبار المزيفه. انت لم تبحث في اصل قصه واحده، الناس بتتكلم على فكره مراسل للبي بي سي بالمناسبه بيتكلم على فكره ان هو اللي هو بيحققوا الناس في لايك دلوقتي، بيتكلم على فكره ان هو في اطفال مذبوحين، انا شفت بس ما شفتش
سمعت ما فيش حاجه اسمها كده. احنا امام جريمه مهنيه حقيقيه فيها انحياز سافر وفيها يعني، بس ما ارى ان احنا هناك صحوه عكسيه بدات. عظيم. طب انا معايا عبر الهاتف الاستاذ ناصر ابو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ناصر، وقلوبنا معاكم. مساء الخير استاذ اسامه، ومساء الخير لضيفك الكريم اخي وصديقي الاستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين. استاذ ناصر، يعني عايز اعرف من حضرتك رايك فيما يحدث لي يعني اقتناص وقنص الصحفيين واستهدافهم بكل الاشكال، سواء من هم داخل الاراضي المحتله او حتى من يخرج له صوت خارج الاراضي المحتله في الغرب. نعم، هناك يعني اسرائيل او دوله الاحتلال الاسرائيلي تحاول دائما ان تبقى متفرده ومستفرده ومتحكمه بالروايه التي تصل الى المجتمعات الدوليه وللراي العام الدولي. وبالتالي هي تستهدف اي صحفي، اما ان يكتب اي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي او على صفحته او بتقاريره. نحن عانينا خلال العام الماضي من محاكمه وطرد صحفيين فلسطينيين ولبنانيين في المانيا وفرنسا وعدد من الدول الاوروبيه، وفي هذه الحرب تظهر الصوره الحقيقيه كيف ان دوله الاحتلال الاسرائيلي تريد ان تبقى متحكمه ومتفرده بالروايه. الحرب الآن تجري على الأرض من نوعين، الحرب العسكرية التي تجري على الأرض ضد الشعب الفلسطيني وهي حرب إرهابية وإرهاب دولة منظمة ضد الشعب الفلسطيني وحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني، هذا أولا. وثانيا هناك معركة الرواية وهي أصل الحكاية وأصل القصة وكل القضية. دولة الاحتلال رأيت أن هذه الحملة المضللة للرأي العام الدولي بدأتها الحكومة الإسرائيلية نفسها ورئيس الحكومة، رأس الدولة في دولة الاحتلال هو من قاد عملية التضليل وأعطى أوامره لكل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الاحتلالية أن تبدأ بحملة تضليل للرأي العام، قادها بنفسه من أجل أن يأخذ غطاء لمزيد من الجرائم. لماذا يريد ذلك؟ لأنه يريد أن موقف الحكومات الغربية الداعم لهذا الحرب ضد الشعب الفلسطيني يخالفه الرأي العام في هذه المجتمعات. وبالتالي عندما يظهر أن الفلسطينيين يقتلوا أطفال مثلا كما يقول، هذا يمنع الرأي العام من التحرك. لذلك رأينا تلكؤ في المجتمعات الغربية ضد الجرائم التي رأوها بأنفسهم على الهواء مباشرة بقتل أكثر من 800 طفل فلسطيني وأكثر من 500 امرأة، والتهديد بالإبادة الجماعية بوضوح، التهديد بالإبادة الجماعية وبالتهجير. عام 1948 هجر الشعب الفلسطيني كان 750 ألف، اليوم المهددين بالتهجير 2,300,000 إنسان. 750 ألف أصبحوا اليوم 7 ملايين فلسطيني، وبالتالي هم يريدوا تهجير الفلسطينيين واقتلاعهم في غزة. وهنا بالاستيطان تدريجيا في الضفة الغربية والقدس يريدوا تهويد المناطق المحتلة في الضفة الغربية والقدس. هذه عملية كاملة متكاملة تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تعتمد بالأساس على الرأي العام وعلى الإعلام كأحد أدوات رئيسية للاحتلال. أنا أقول بوضوح عبر قناتكم أن الإعلام الإسرائيلي دائما كان مسخرا، بل أنه أداة رئيسية من أدوات دولة الاحتلال التي تبيض صورة الاحتلال من أجل استدامة هذا الاحتلال، وثانيا تسود وتسيء وتشوه سمعة الشعب الفلسطيني والعرب بشكل عام. وبالتالي هي تأخذ شرعيتها من هذا الأساس أنها دولة ديمقراطية فيما العرب يقتلون الأطفال ويقتلون النساء، وهذا دائما غير صحيح. نحن في معركة رواية حقيقية، أولا أن هذه الأرض كل الأرض الفلسطينية للفلسطينيين، وثانيا أن الفلسطينيين هم أرقى شعوب المنطقة وأرقى الحضارات وأعرق الحضارات، وهم أصحاب الأرض منذ الكنعانيين قبل 7,000 عام، وبالتالي هذه الأرض لنا. أنا أقول بموضوع الرواية، وأنا أركز لأننا أتحدث أمام إعلاميين وأمام جمهور، أنا أوجه من خلال شاشتكم كل التحية للشعب المصري. سند فلسطيني الدائم والأهم بالنسبة لكل الفلسطينيين هي جمهورية مصر العربية التي يعتبرها الفلسطينيين العمود الفقري للأمة العربية وقائدة الأمة العربية، وهذا نقوله أمام كل العرب بكل فخر.
وبالتالي هذه مصر عليها دور مسؤولية كبيرة وهي أكيد. تقوم بذلك ونحن نعرف ذلك بكل مكونات الدولة المصرية الشعب والدولة، ونحن نعول دائما على هذه المواقف. على كل حال في موضوع الرواية وسائل الإعلام، نحن لذلك في نقابة الصحفيين نبذل جهود منظمة هائلة يشارك فيها مئات الصحفيين الفلسطينيين في الداخل وفي الخارج، ومعنا إخوتنا العرب من أجل أن نوصل الرواية بكل اللغات. يعني نحن لدينا عدد إن شاء الله اللغات يتم. نقوم بتقرير نوصله يوميا إلى كل الجهات الإعلامية والنقابات بالعالم. أعتقد أننا ومنتظرين أن هو بعد كده يوصل لنا هنا في دي ام سي. أستاذ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، فاصل أخير ونستكمل هذا الحوار الهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل حوارنا مع الكاتب الصحفي نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي. يعني حالة التزوير اللي موجودة في الصحافة، وأعتقد الزملاء مجهزين لنا مجموعة من القصاصات للصحف بما فيها حتى صحف ألمانية بيلد عاملة ده وطالعين بيتكلموا. خلينا كده نشوف واحنا مع الأستاذ خالد نستعرض مع بعض بعض الحاجات اللي موجودة. بيلد عمالة بتتكلم على الممارسات البربرية واللي بتعملها بيعملوها حماس. الجزء اللي حضرتك اتكلمت عنه موضوع على فلسطين على انهم لا مساعدات لها لا البرابرة. بالظبط تحية يعني تحت العنوان كده بالظبط يعني. اللي بيكلموا على البيبيز والاطفال with heads decapitated قاطعين رؤوسهم في كفر عزة، ده كلام نقلينه عن متحدث نتنياهو، وان اسرائيل طلعت صور الاطفال اللي قتلوا بيد حماس، والصور الموجودة للقتل اللي بيعملوا حماس تيرورستس، يعني واضحة كده وصريحة ان هم سموا دول الارهابيين. واللي عايز اقوله كان في فيلم زمان بتاع داستن هوفمان اسمه واك ذا دوج. الفيلم بيحكي ازاي هم بيقدروا يفبركوا حرب كاملة، مش يفبركوا خبر في صحيفة، زي يخلقوا حالة حرب كاملة. فهنا كنت بتكلم عن ده في ندوة اكتوبر، ان انا بخاف اكتر على شبابنا المتعلم مش غير المتعلم، لان هو اللي بيطلع على وسائل الاعلام الغربية وبيتأثر بيها هو في الداخل، لكن بيدخل يشوف البي بي سي ويشوف البيلد ويشوف لوفيجارو بيشوف ده فبيتأثر سلبا. الشباب دول مصدقين الرواية الأخرى أكتر ما هم مصدقين الرواية الداخلية. الحقيقة أنا المرة دي مختلف مع حضرتك خالص. يعني هذه المرة هؤلاء الذين يطلعون هم أول من واجهوا ده، يعني اللي احنا شايفينه، وطبعا جزء منه مثلا الصحفيين اللي بتحمل التحقيق معهم في البي بي سي دلوقتي. بس في الآخر المواجهة الحقيقية بدأت من هنا، بدأت من فكرة إن الناس شافت التزوير وربما ده أثر مهم وإيجابي. مش هم دول الشباب اللي تأثروا برضو لما إسرائيل طلعت قالت إنها انتصرت في حرب أكتوبر؟ ما هو أنا عايز قياس رأي حقيقي. بنشوفهم وبيكلمونا ويقول لك أنتوا إعلامكم بيقول أي كلام هنا جوه، لكن اللي بره بيقولوا. بس ده مش كل الشباب، ده قطاعات. مش كل الشباب بس أنا بكلم اللي بيتعرض للي بره ده. أنا ولاد أخويا في أمريكا طبعًا القصة بالنسبة لهم واضحة وصريحة، ويمكن هم مفوهين رغم انهم مش في المجال الاعلامي. انا ما اعرفش، انا برصدي بشكل عام ان من واجه هذه الاكاذيب هم الناس اللي على السوشيال ميديا اللي واجهوها بقوه جدا، وعشان كده شفنا ممارسات فيسبوك اللي هي بتحذف البوستات وبتحذف صور، لدرجه انها حذفت، انا حطيت صوره صحفي فلسطيني شهيد فحذفتها فعلا. يعني عملت لي عليها بيان. عملت ايه؟ انا حطيت كنت طالع بيان النقابه وحاطط فيها كل الصور الصحفيين السبعه الشهداء الاولاني. في صوره تحديدا لا عملت ايه لما عملوا معاك كده نشر الصحفيين نشر لا ما انا في جزء من الموضوع انك بتخاطب الفيسبوك نفسه، بس في الاخر بتعمل شكوى للفيسبوك. بس كمان انا قررت ان انا انشر الصور السبعه في بوستر واحد ونشرتهم زي ما هم، بس في الاخر الصوره دي بالنسبه لي كانت داله جدا، لان دي كانت الصوره الوحيده لصحفي يحمل كاميرا بشكل مباشر واتحذفت اكتر من مره، كل ما رجعها تتحذف كل ما رجعها تتحذف. فانا تقديري ان هؤلاء هم اللي واجهوا هذه الاكاذيب. انا ما بخافش قوي على انك تصنع وعي،
المهم انك تصنع وعي، والوعي بالقضيه الفلسطينيه هو وعي متاصل، لاننا هي قضيتنا، قضيتنا الرئيسيه. والناس كمان يروا يعني اللي هم دلوقتي بيتعاملوا مع اننا هؤلاء البرابره زي ما انت، وكمان هذا الخطاب هو خطاب ساقط الحقيقه، ما الخطاب المهني الملعوب فيه ربما يؤثر اكثر. انما احنا امام الحقيقه اعلام فجور فاجر الحقيقه. ما احناش هنتكلم، من لم يرى النكبه، انا رايت النكبه، انا اليوم رايت النكبه، رايت النكبه يعني النكبه الفلسطينيه بالتهجير، بدفع الناس لترك اراضيهم، بدفع الناس لانهم تحت وبعدين يقتلوا وهم يتحركون، يستشهدوا لانهم بيستهدفوا، اخلاء قطاعات واسعه تحت قصف. فانا النهارده كمان الضمير الغائب اللي هو خلى فلسطين الكامله تتحول لجزء، وحتى الان لا نرضى بهذا الجزء ولا نتعامل مع ما يجري على الارض، وبنتعامل ان كمان اللي بيدافع عن ارضه بنسميه ارهابي، او بنسمي اللي يموت منه ميت ولا يقتل يستشهد بفعل قنابل بتستخدم فيها الفسفور الحارق، وبتستخدم فيها بيستهدف فيها الاطفال، وبتستهدف فيها المستشفيات، وكمان لا انذارات للمستشفيات بتقول له تخلي خلال ساعتين تخلي خلال، وكل ده في صمت كامل بل تبرير للجريمه الكبيره. ده رساله، انا تقديري ان رساله وعي وليس ما تخفنيش انا بشكل شخصي. انا زي ما بقول هؤلاء من سيصنعوا التغيير في الضمير العالمي اللي هو عندما تواجه الاكاذيب. متفائل انت، واضح انك متفائل في هذا الاتجاه. انا يعني ما اعرفش، انا طول عمري اتجاه في قضيه الوعي على الاقل. انا متفائل، لان انت في الاخر احنا عندنا شباب، انا تقديري لهم مختلف شويه. انا بشوفهم في ولادي، انا برضك ولادي في الابن الاكبر في بدايه مرحله الشباب، عالمه مختلف، طريقه التواصل مختلف، مش بيبقى هو متفاعل بشكل مختلف وبيدور على الحقيقه، وعنده بيتعلموا دلوقتي ازاي يدقق يشوفوا الفيديو ده كويس ولا مش كويس، ده بيتحقق منه ازاي، في قدرات بحثيه مختلفه من عشان في ادوات، لانه في ادوات اتطورت. فانا مش قلقان بصراحه في الموضوع ده، انا القلق هو الغياب، انا هو غياب هذا الضمير العالمي اللي فجاه يحشد الناس لحرب لا اساس لها، واللي فجاه يزور قصص، واللي هي اللي فكره المهنه اللي انا اتربيت احترمها واؤمن بقيمها الكبرى، واللي طول الوقت الناس بتبيع لي هذه القيم او على الاقل بتقول ان هذه هي القيم، ثم افاجئ بهذا العهر الاعلامي الحقيقه مش عارف اصوره ايه. ده كارثه بالنسبه لي الحقيقه. ولذلك جزء من الانتقاء بهذه المهنه ان انا اقاومه من خلال سواء التضامن مع الزملاء اللي بيتعرضوا ويستهدفوا بشكل يومي، احنا طلعنا اكثر من بيان، او من خلال التضامن مع قضيتي العادله اللي انا ساظل اقراها قضيه عادله اللي هي القضيه الفلسطينيه، وكمان قضيه الاخرى الاكثر عداله هي قضيه الصحافه الحره بشكل عام. صحيح. طيب احنا بنؤكد لحضرتك ان بكره كاميرا مساء دي ام سي هتكون موجوده. انا هيكون مشرفنا جدا ويتنورونا، واحنا بنحاول نقدم الصوره اللي نراها حقيقيه دايما. انا بتكلم بلغه عقل بقى، بلغه عقل من غير ما نبقى منفعلين. لا ده رصد واضح للجرائم المهنيه اللي ارتكبت. نحن نقدم جرائم واضحه، احنا قدام قصص مفبركه، قدام تزييف مقصود، قدام يعني طرف واحد يتكلم، قدام مصادره حق الطرف الثاني في الوجود، قدام يعني كل الطرق، حتى كل ده هيعرض بشكل بشكل مهني وموضوعي، واستبعدنا كل ما هو مشكوك فيه بحرص شديد، لان الحقيقه الجريمه اكبر من انك تشوهها بحاجه تضطر تعمل ده. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني النهارده، وكل التوفيق في المهمه الملقاه على كاهل، ليس فقط نقابه الصحفيين ولكن كل الجماعه الصحفيه والاعلاميه في مصر، انها تنقل الحقيقه وتواجه التزييف والتزوير الذي يحدث عالميا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. خالص شكري للكاتب الصحفي الاستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، شكرا لحضراتكم، ونلتقي بكره على خير، واصبحوا على الف خير.